قنبي 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 والله لا أقدر. Watch out. Marked a location. Marked a location. هذول يا زلمة تحت الدرج اثنين. عادي لعب لعبك. شدي لك ملعبك. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب بنات، رجعت لكم بفيديو جديد. قبل بداية الفيديو دائما وابدا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب، في اربع خيارات في اللعبة، اذا انت مفعلهم ارتكبت اكبر خطأ في اللعبة. فهدول الخيارات بيأثروا على المواجهات القريبة ومواجهات البعيدة، وبيسببوا كتير مشاكل بالمواجهات. فاذا حابب تشوف الاعدادات المناسبة للمواجهات شاهد الفيديو للنهاية، ولا تقدم الفيديو نهائيا، خليكم مع الفيديو. طيب حبايب، ركزوا معي كتير منيح. بنيجي على ادي اس البكات وادي اس فتح السكوب. حبايب، هدول الخيارين عن جد يعني اذا ما ضبطتهم بالشكل المناسب فما بتحسن بتواجه عن قريب ابدا ابدا. طيب نيجي على الاعدادات، في عندكم تدوير الكاميرا اثناء الادي اس، ركزوا معي كتير منيح. غوالي، هذا الخيار اذا اعطيته التفعيل لما تفتح سكوب باصبعتك، تمام، اللي فاتح فيه سكوب بتنزل باصبعتك لتحت بينزل معك. اما لازم، ليش تعطله؟ لازم تعطيه تعطيل عشان لما تفتح سكوب ما يحرك باصبعتك، بس يحرك بالجيروسكوب. ليش يحرك بالجيروسكوب؟ جايكم حبايب، لازم انت اذا كنت لاعب جيروسكوب ضروري ضروري تطفي هذول الخيارات، تدوير الكاميرا اثناء الادي اس عشان ما تسبب اي ازعاج في مواجهتك بفتح سكوب اثناء الجيروسكوب. ضروري كثير انه تشغل الجيروسكوب، تنزل عناصر التحكم المتقدمة تشغله دائما، يعني تشغل الجيروسكوب على المنظر وعلى حركة الايباد. تمام تمام، بيجي على عناصر التحكم الاساسية على تدوير الكاميرا اثناء الانحناء. هاي يا غوالي تدوير الكاميرا اثناء البيكات، اذا عندكم مفعل يعطوه تعطيل. اشو هذا الخيار؟ طيب انا راح اشرح لكم عليه. اذا كان مفعل لما تبيك، تمام، باصبعتك اللي مبيك فيها بتحرك يمين يسار، بيتحرك معك الشاشة بدون ما تحرك الجيروسكوب. اما اذا طفيتوه يا غوالي بتبيك، تمام، بصير عندك البيك ثابت، وبنفس الوقت يعني ما عاد تحسن بتحرك باصبعتك اللي مبيك فيها، بتحرك بالجيروسكوب. عرفتوا كيف؟ هاي الخيار بايش بتفيدكم؟ مثلا لما تكونك انت مثلا ماسك عمارة غرفة، تمام، لما بدك تبيك حرك في الايباد على اليمين بيبين بس طرف سلاحك، يعني الخصم ما عاد بيشوفك نهائيا. يعني كيف؟ مثلا هيك، تمام، انت مبين عندك طرف السلاح عند الخصم، ما مبين جسمك ابدا، يعني انت لما تكون ورا الغرفة، تمام، بس انت بحركة الايباد
يعني بتواجهه وهو ما بيشوفك نهائيا، انت بتشيله وهو ما راح يشوفك، عرفتوا كيف؟ فانتوا لازم تعطلوه عشان ما تسبب لكم ازعاج. يعني خلاص انت لاعب جيروسكوب بيك وحرك في الايباد، ما في داعي تحرك باصبعتك شي ما يخرب البيك. مثلا لما تواجه شخص وحركت باصبعتك البيك بينخرب البيك، وبنفس الوقت بيضيع ايمك اثناء المواجهات، عرفتوا علي؟ كمان كذلك الامر اثناء فتح السكوب كمان مباشر بالجيروسكوب، احسن ما تحرك اصبعتك يمين يسار ويروح الجيروسكوب. فحبايب هذول الخيارين، تدوير الكاميرا اثناء الادي اس عطوه تعطيل، تدوير الكاميرا اثناء الانحناء. حبايب وركزوا كتير منيح، لازم يكون عندك الدوج مناسب عشان المواجهة، عرفتوا كيف؟ لازم يكون عندك الحجم المناسب. انا حاطط حجم الحركة، حاطط حجم الزر 80، وحساسية الرقد حاطة 100، تمام؟ هاي حساسية الرقد كتير مهمة، تمام؟ لازم تحطوها 100 عشان حركة اللاعب. فحبايب وركزوا كتير منيح على الدوج اثناء المواجهات، انتو حطوها 80، شوفوا على حجم اصبعتك عشان تركز بالمواجهات، لان اذا كان الدوج عندك مو ظابط فما بيعطيك هالاداء اثناء البكات واثناء الفتح السكوب، تمام يا غوالي؟ فربي يسعدكم، بتمنى تكونوا استفدتوا من الاعدادات. حبايب ركزوا كتير منيح معي، انا حطت وضع الانحناء، حطة اضغط باستمرار عشان اثناء المواجهة، تمام؟ مثلا مسك عمارة نفترض، اثناء المواجهة بدك تواجه شخص بتبيك عليه مباشر بتشيل اصبعتك بيسكر البيك، يعني بتبيك بترمي بتشيل اصبعتك دغري بيسكر البيك وحتى ما بيشوفك ولا بيدمجك. فانا حط اضغط باستمرار، كذلك الامر فتح سكوب كمان وضع النطاق، حط اضغط باستمرار، يعني لما بفتح سكوب شيل اصبعتي دغري بسكر عشان السرعه، عرفت علي؟ فالله يسعدكم، راح اترك لكم الحساسيه عرض على البطيء، بس الله يسعدكم يا رب. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، هذا الفيديو لازم نوصله 2000 لايك، يستاهل لاني الشرح. الله يسعدكم يا رب، وراح اترككم مع جيم غير كل الجيوم، جيم اسطوري ومتعه لا توصف. شاهدوا الفيديو للنهايه، راح اترككم الحساسيه ومشاهده ممتعه. Supplies. Watch out! Watch out! يا وحش، راح اشوف في واحد هون وواحد سمعته. اي واحد هون.
واقف على البلكونه. هذا من بعيد جامد ولا نص ساعة بضربه ما جاء Victory belongs to us. يا كاهلي تعرفوا سمعتها؟ طيب 5 سلامة.